أبنائي وبنات طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من يوميات الكيمياء على منصة البث المباشر. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشتغل مع بعض في الدرس الثاني اللي هو حساب الصيغة الكيميائية. لما نيجي نتكلم على كلمة صيغة كيميائية وحساب الصيغة الكيميائية، هنقف في الأول في نقطة اللي هو ازاي نحسب النسبة المئوية. لما اقول ما هو تعريف النسبة المئوية، بمعنى تاني انا عندي دلوقت في الفصل مجموعة من الولاد ومجموعة من البنات، فموجود قدامي نقول 15 بنت وعندي 30 ولد. عايز احسب نسبة الولاد، انا قلنا 15 بنت وعندنا 30 ولد، عايز احسب نسبة الولاد كم في المية؟ تمام، سمع حد بيقول لي هنقول عدد الولاد على العدد البنات؟ لا، على العدد الكلي. جميل، يبقى هنقول 30 على 45 بس كده؟ لا، هتقول لي نضربها في كام؟ في 100. يبقى لما نيجي نحسب نسبة مئوية هقول عدد الجزء على الكل مضروب في 100. طلعت رقم عندنا نسبة مئوية. افترضت ان انا لما جيت احسب نسبة الولاد طلعوا 40%. معناه ايه الرقم ده يا استاذ؟ معناه ان انا لو جبت كل 100 فرد قدامي هلاقي فيهم 40 ولد والباقي بنات. يعني عدد الوحدات من الجزء بالنسبة لكل 100 وحدة كتلية من الكل. طيب هنحسبها النسبة المئوية للعنصر بقى في المركب عندنا في الكيمياء. هنقول النسبة المئوية للمادة تساوي كتلة المادة في العينة على الكتلة الكلية للعينة. أضرب مثال بسيط، عندي عينة من ملح الطعام NaCl، هاخد ال NaCl ده وابدأ ان انا احطه عندي، بس في واحد قال لي خلي بالك ال NaCl ده ما هوش نقي. يعني ايه ما هوش نقي؟ يعني في مجموعة من الشوائب. طب انا اعرفها ازاي؟ قال لي انت معاك قد ايه؟ قلت له انا معايا المادة كلها اللي في ايدي 100 جرام. يلا كده بالطرق الكيميائية اللي هنتدرب ونعرفها بعد كده مع بعض، عرفنا ان كتلة NaCl 50 فقط. قال لا، امال الباقي ايه؟ شوائب. يبقى النسبة المئوية لل NaCl هنا هتطلع تمام 50 على 100. ادي المفهوم ده، والقانون ده احنا هنبدأ نستخدمه بس مش النهاردة. طيب انا النهاردة القانون اللي يهمني دلوقتي اللي هو لما يجي يقول لي النسبة المئوية للعنصر تساوي كتلة العنصر في مول من المركب على الكتلة المولية للمركب. بمعنى أنا عندي هنا عنصر في مركب، عايز أحسب النسبة المئوية بتاعته. ناخد كده يا أستاذ مثال عشان نفهمها. احسب النسبة المئوية لكل عنصر في مركب نترات الأمونيوم. هو نترات الأمونيوم ده رمزه إيه؟ تمام، NH4NO3. يبقى نترات الأمونيوم NH4NO3. طيب الكتلة المولية الجزيئية لنترات الأمونيوم زي ما تدربنا في الحصص الماضية، بنقول الكتلة المولية بتاعت الN وهنا مضروبة في 2، يبقى N 2 في 14 ب 28، زائد الأربعة اللي هم بتوع الH و3 في 16 ب 28. تمام، يبقى نجمعهم طلعوا ب 80 جرام برمول. طب كده أنا جبت الكتلة المولية الجزيئية. النسبة المئوية للعنصر بقى هتساوي قانون لسه قايلينه من شوية، كتلة العنصر بالجرام في مول من المركب مضروبة في 100 على
كتله مول واحد من المركب. طيب احنا عايزين الاكسجين، عندي كم ذره اكسجين هنا موجوده؟ عندي 3 ذرات اكسجين موجودين قدامي هنا، هروح جايب 3. الكتله بتاعه الاكسجين 16 في 100 على مين؟ على الكتله الموليه للمركب كله اللي هو 80، يبقى هتساوي في الحاله ديت 60%. طب يا استاذ نيجي نحسب النيتروجين، عندي كام ذره نيتروجين هنا موجوده؟ عندنا ذرتين نيتروجين، يبقى 2 في 14 تمام في 100 على 80 هتساوي 35. طيب عايزين نحسب الهيدروجين، واحد في النص كده هيقول لي لا انا عندي طريقه اسهل واحسن نحسب بيها الهيدروجين. قال لي، قلت له ايه؟ قال لي بص معايا كده، انا عندي ان المركب كله اكسجين ونيتروجين وهيدروجين، لما يكون الاكسجين 60 والنيتروجين 35 يبقى مجموعهم تمام، عندي 95. هيقول لي المركب كله يا استاذ بيساوي 100%، يبقى الهيدروجين نطرحهم من بعض تطلع 5%. جميل. طب لو عملناها بالاسلوب الثاني اللي هو 4 ذرات في الكتله الموليه بتوعت 1 على 80 هيساوي 5%. يبقى هنا احسب النسبه المئويه لكل عنصر في مركب نترات الامونيوم بالشكل اللي قدامنا ده. الصيغه الاوليه هي عباره عن ابسط نسبه عدديه بين ذرات العناصر. ملاحظات هامه جدا على الصيغه الاوليه، نمره 1، الصيغه الاوليه لا تعبر عن التركيب الحقيقي للمركب، ما احنا لسه قايلين هي تعبر عن ابسط نسبه عدديه، مش تركيب حقيقي، لان انا ما عرفتش فيها العدد الفعلي للذرات، انا عرفت النسبه. 2، قد يشترك اكثر من مركبات في صيغه اوليه واحده، علشان كده هنيجي سؤال يقول لك ليه؟ علل. لا يمكن الحكم على مركب من خلال الصيغه الاوليه. يبقى لما يجي يقول لي علل لا يمكن الحكم على مركب من خلال الصيغه الاوليه، هقول الاشتراك اكثر من مركب في صيغه اوليه واحده. مثال صغير، احنا لسه قايلين البروبين C3H6، وفي عندي حاجه اسمها بيوتين C4H8، وعندي مركب ثالث اسمه بنتين C5H10. لو انا حبيت اجيب نسب دول كلهم على بعض هلاقيهم الصيغه الاوليه CH2، يبقى لا يمكن الحكم على مركب من خلال الصيغه الاوليه. تمام، يبقى احنا هنلجا ليه الصيغه الجزيئيه عشان نقدر ان احنا نحكم المركب. الصيغه الجزيئيه قد تساوي الصيغه الاوليه او مضاعفتها. انا عندي الصيغه الجزيئيه قد تساوي الصيغه الاوليه او مضاعفتها، بمعنى عندي مركب زي اكسيد المغنيسيوم، طبعا عدى علينا قبل كده رمزه MgO، هسألك وأقول لك ده صيغة أولية ولا صيغة جزيئية؟ طبعا على طول هتقول لي صيغة أولية عشان أبسط صورة، وهقول لك إن فعلا نسب الذرات 1:1 والعدد الفعلي 1:1، يبقى هي صيغة أولية وفي نفس الوقت صيغة جزيئية. يبقى الصيغة الجزيئية قد تساوي الصيغة الأولية أو مضاعفتها. إحنا كده النهاردة دلوقتي عرفنا وخدنا فكرة اللي هي يعني ايه الفرق بين صيغة أولية وصيغة جزيئية. السؤال دلوقتي ان احنا عايزين نحسب الصيغة الأولية، هنقول هتتم على كم خطوة؟ 3 خطوات اللي هم هنحدد النوع، بمعنى هقول العناصر اللي عندي دي هيدروجين وكربون هم اللي بيكونوا المركب فقط لا غير، نيتروجين واكسجين مفيش اي حاجه ثانيه، يبقى نحدد النوع. 2، هنحسب عدد المولات، ودي من خلال القوانين اللي كل اخذناها قبل كده اللي هي كتله الماده على الكتله الموليه او عدد الذرات على عدد افوكادو.
نشوف كده مع بعض بقى ومعانا بالورقة والقلم حبايبي علشان نبدأ نمسك الأسئلة ونشوفها إزاي. أولا السؤال مثال الأولاني، أوجد الصيغة الأولية لأكسيد المغنيسيوم الناتج من تفاعل 24 جرام من المغنيسيوم مع 16 جرام من الأكسجين. إذا علمت أن الام جي بتساوي 24 والاو بتساوي 16، هنمسك ورقه وقلم. اول خطوه على طول نروح قاسمين الصفحه نصين، نص للاكسجين والناحيه الثانيه هنقسم نص للمغنيسيوم، ما هم دول عناصر المكونه. يبقى احنا كده مشينا الخطوات اللي قلنا عليها، واحد هنحدد النوع، اتنين هنبدا ان احنا نحسب عدد المولات. عدد المولات بيساوي ايه على ايه؟ تمام، كتله الماده على الكتله الموليه. هنا في مجموعه من حبايبي بيقفوا يقولوا لي، يقول لك يا مستر عايزين نسال حاجه، انت ليه دلوقتي حسبت لي الكتله الموليه بتاعه الاكسجين 16 ولما جينا في المسائل زي مسائل المادة المحددة للتفاعل اللي أخدناها في الحصة الماضية قلت لأ ده احنا بنحسبها 16 في 2. ليه؟ أنا عايزين نفرق هنا، أنا هنا بشتغل بذرة داخل مركب، ذرة داخل مركب عدد ذرات، فأنا بتعامل مع الأكسجين كذرة والذرة طبعا كتلة المولية ليها 16. اما في مسائل الماده المحدده للتفاعل هناك بتتعامل مع الاكسجين تمام كجزيء O2، يبقى انا هتعامل معاه ك O2. اما مسائل الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه هنتعامل مع العناصر، لو فاكرين انا كنت سميتها عيله التوم، بذرات وليس جزيئات. نرجع بقى تاني، يبقى نقول 16 على 16 تمام 1 مول، يبقى عدد مولات الاكسجين 1 مول. في نفس التوقيت على طول اروح جري على النص الثاني من الصفحه وهنا واقول عدد مولات المغنيسيوم 24 على 24، هلاقي هنا بيساوي كم مول؟ 1 مول. انا كده قلنا خطوتين. الخطوه الثالثه احسب النسبه ما بين الاكسجين والمغنيسيوم، هروح قاسم على الرقم الاصغر، هي مش هتظهر قوي في المثال دي بس هتظهر في الامثله اللي جايه، هقسم على واحد، ما هو واحد وواحد هما الاثنين زي بعض، واحد على واحد هيساوي واحد، وهنا واحد على واحد هيساوي واحد. قلنا حته القسم على الرقم الاصغر هنفهمها بعدين، دلوقتي هتوضح اكتر من كده. يبقى اذا اللي يهمني دلوقتي ان انا معايا من الاكسجين كم مول؟ واحد، ومعايا من المغنيسيوم كم مول؟ واحد، يبقى المركب اسمه ام جي او. يبقى انا عندي المركب هنا هيكون في الحاله دي اسمه ايه؟ ام جي او. تمام؟ يبقى دي كده لو يجي قال لي اكتب الصيغه الاوليه. طيب ناخد بقى مثال نفهم اكتر ايه حكايه النسبه دي فيه. اوجد الصيغه الاوليه لمركب يتكون من 12 من 100 جرام كربون و2 من 100 جرام هيدروجين، حيث ان سي تساوي 12 و اتش تساوي 1. اولا تمام هقسم الصفحه نصين، نص للكربون ونص للهيدروجين. هنروح على الكربون ونحسب عدد المولات. طيب عدد مولات الكربون يساوي كتله الماده 12 من 100 على الكتلة المولية 12، 12 على 12 يبقى هيساوي في الحالة دي تمام 1 من 100. يبقى هنا جبت الكتلة المولية على الكتلة المادة على الكتلة المولية جبنا عدد المولات. الهيدروجين بالمثل 2 من 100 على 1 هيساوي 2 من 100 مول. على طول بقى هنا تظهر الخطوة الثالثة اللي هي هنقسم على الرقم الأصغر. مين الرقم الأصغر؟ 1 من 100. يبقى النسبة هتساوي 1 من 100 على 1 من 100 يساوي 1،
وهنا 2 من 100 على 1 من 100 هيساوي 2، أصبح معايا من الكربون 1 مول، ومن الهيدروجين 2 مول. لما نيجي نكتب مركب ما بدأش بالهيدروجين لو هو مركب عضوي. ايه مركب عضوي ده يا استاذ؟ عندي هنا كربون وهيدروجين، هي دي كده اسمها المركبات العضوية. حتى الاسم الجديد للكيمياء العضوية لما نوصل بعد كده سنة ثالثة، كيمياء مركبات الكربون او هيدروكربونات، يبقى كربون وهيدروجين. نبدأ بالكربون الاول، فعشان كده الصيغه هنا هتبقى واحده كربون واثنين هيدروجين، يبقى الصيغه الاوليه عندي CH2. كمان مثال، اوجد الصيغه الاوليه للمركب يتكون من، ما ادانيش كتله الكربون، ما اداني هنا ايه؟ عدد ذرات. ما احنا قلنا عندنا قوانين لحساب عدد المولات. واحد، عدد المولات يساوي كتله الماده على الكتله الموليه. اثنين، عدد الذرات على عدد افوجادرو. واحد ينطق بسرعه يقول حجم الغاز على 22، هنا مش هيجي لي السؤال ده، لان احنا هنا مش هنتكلم عن غاز كله، انا بتكلم عن ذره جوه المركب، فمش هينفع في حاجه اسمها حجم الغاز. يبقى هنا الكربون وهنا الهيدروجين. عدد المولات يساوي 12 و4 من 100 في 10 اس 23 على، تمام، عدد افوجادرو هيساوي 2. طب وهنا هنقول 4 على 1 لان دي كتل، يبقى هيساوي 4 مول. تمام، سامع حد كده بيقول لي اقسم على الاثنين لان هي الاصغر، ف2 على 2 هيساوي 1، وهنا 4 على 2 هيساوي 2. اذا الصيغه الاوليه هتكون CH2. يبقى احنا كده خدنا مسائل ازاي نحسب الصيغه الاوليه. ندخل بقى على الصيغه الجزيئيه. هي نفس مساله الصيغه الاوليه، بس نراجع كده التعريف الاول. صيغه رمزيه لجزيء العنصر او المركب او وحده الصيغه. قلنا تعبر عن انه كربون وهيدروجين، لا مغنيسيوم واكسجين، لا نيتروجين وهيدروجين. والعدد الفعلي، هنا في ثلاث ذرات من الهيدروجين وذره نيتروجين، للذرات والايونات التي يتكون منها هذا الجزيء. يبقى دي اسمها الصيغه الجزيئيه، الصيغه الجزيئيه. حساب الصيغه الجزيئيه، اولا نروح نحسب الصيغه الاوليه، ثم ثانيا هنبدا نحسب الكتله الموليه للصيغه الاوليه عشان هستخدمها دلوقتي، وبعدين نحسب عدد الوحدات هيساوي الكتلة المولية للمركب على الكتلة المولية للصيغة الأولية. وآخر خطوة هنقول إن الصيغة الأولية في عدد الوحدات هيدينا الصيغة الجزيئية. طيب في واحد من حبايبي بيقول لي، طب ما أنت ممكن تقول إن الصيغة الجزيئية، الصيغة الجزيئية تساوي، هتساوي إيه؟ هتساوي كتلة المولية للصيغة الجزيئية، هيكون مديها لي معطى في المسألة، على الكتلة المولية للصيغة الأولية، ودي بنحسبها من الصيغة الأولية اللي حسبناها هنا، مضروبة في الصيغة الأولية نفسها. أستخدم القانون ده مباشرة أعمله. طب وليه ده؟ عشان احنا في مسائل هنطلب فيها بس عدد الايه؟ الوحدات. ففي الحالة دي ابقى فاهم يعني ايه كلمة عدد الوحدات. يبقى الصيغة الجزيئية تساوي الكتلة المولية مركب على الكتلة المولية للصيغة الأولية في الصيغة الأولية. طيب لما يجي يقول لي هنا احسب الصيغة الجزيئية لمركب عضوي صيغته الأولية CH4. إذا علمت أن كتلة المركب المولية هي 64 جرام، علما بان السي بواحد والاتش ب 12 حفظناهم كده وحبايبي كلهم حفظوها، يبقى في الحاله ديت الصيغه الجزيئيه هتساوي كتله الصيغه الجزيئيه
على الكتلة المولية للصيغة الأولية دي حجمنا اهو اللي هي السي ب 12 والاتش بواحد في 4 يبقى 16، يبقى 64 على 16 مضروبة في الصيغة الأولية، هقسم دي على دي وبقدر أضربها في الكربون. تمام؟ طيب نشوف مثال تاني. احسب الصيغة الجزئية لحمض الأسيتيك اللي هو حمض الخليك اللي احنا بنستخدمه في البيت بس مخفف مش مركز، اللي هو احنا بنسميه الخل، الذي يتكون من 40% كربون و6 و67% هيدروجين و53 و33% اكسجين، علما بان الكتلة المولية الجزيئية له 60 جرام. في هنا حبايبي ممكن نستخدم طريقتين للحل. طريقة ان انا استخدم فيها قوانين النسبة الاولية اللي انا ذكرتها في اول الحلقة، وفي طريقة سهلة جدا ان همشي بنفس الخطوات بتاعة المسائل اللي فاتت، بس الفرق ان انا هتعامل مع المركب اللي قدامي ده ان الاربعين في المية دي معناها 40 جرام. ليه؟ هقول لك انا هاخد المركب كله 100% يعني 100 جرام، فاذا انا هاخد منه 40 جرام كربون و6 هيدروجين و53، يبقى هعتبر النسب اللي اديها لي دي هشتغل بيها كانها كتله، وهنحل بيها تلاقيها طريقه سهله جدا. المره دي يا استاذ انا عندي 3 عناصر، يبقى ما ينفعش اقسم نصين، انا هقسم الى 3 اجزاء، اكسجين هيدروجين كربون، وفي الثلاثه هنحسب عدد المولات، هيساوي ال 53 و 33 من 100 تمام على 16 هيساوي 3 و 33 من 100 مول. طيب نيجي للهيدروجين، تمام 6 67 على الواحد، شايف حد بيستخدم آلة حاسبة؟ هشغل مخ على طول، هنا هتساوي نفس الرقم. طيب الكربون هنقول 40، هنا بقى بنستخدم الآلة الحاسبة، على 12 هيساوي جميل 3 و33 من 100 مول. أنا دلوقتي عندي الثلاث أرقام اللي هم عدد مولات الأكسجين، عدد مولات الهيدروجين، عدد مولات الكربون، كل منهم 3 و33 من 100، وهنا الهيدروجين 6 و67، فالرقم الأصغر هو 3 و30 من 100، يبقى أنا أروح قاسم الثلاث أرقام عشان أجيب النسبة على 3 و33 من 100، وهنا 6 و67 على 3 و33، وهنا هيبقى 3 و33 على 3 و33 من 100 هيساوي 1 مول. أصبح أنا عندي من الأكسجين تمام 1 مول، ومن الهيدروجين 2، ومن الكربون 1. سمعت حد بيقول على طول يبقى المركب اسمه OCH2. احنا اتفقنا لو في مركب عضوي يا ريت نبدا بعنصر الكربون احتراما ليه، الكيمياء الكربون كلها باسمه العضويه، يبقى الصيغه عندي هتكون CH2O. طيب نيجي نكمل، عايزين الصيغه الجزيئيه، هنروح للقانون اللي هو كتله الصيغه الجزيئيه كم هنا؟ 60 على الكتلة المولية للصيغة الأولية هنحسبها سي ب 12 و اتش ب 1 في 2 ب 2 و 16، 2 و 12 14 و 16 30. يبقى أصبح عندي لو أنا حبيت أجيب الصيغة الجزيئية هقول 60 اللي هي أنا جبتها من هنا أهو على 30 في سي اتش 2 او. يبقى إذا هنا لما نيجي نحل هنقول عد 30 في الواحد في الاثنين، هضرب دي في كل واحدة من الذرات بحيث ان هي تبقى C2H4O2. بشوف بعض حبايبنا كده بيروحوا لك ايه، ما انا ممكن يا استاذ بدل ما اكتبها كده اكتبها 2CH2O ودوب مضروبة في الكل. لا
ناخد كده بعض انماط المسائل ونشوف افكار هنلاقيها كتير في الحل فنركز فيها قوي. مساله زي دي فيها فكره صغيره كده بس عايزين نفهمها مع بعض. اوجد الصيغه الاوليه لمركب يحتوي على النيتروجين بنسبه 25.9 والاكسجين الباقي عندي. طيب هنا السؤال هنقسم على كام؟ طبعا على طول بدون تفكير هروح قايل هنقسم صفحه ايه؟ نصين. نص لمين؟ نص للنيتروجين ونص الاكسجين. طب بعد كده هنحسب عدد المولات. عدد المولات هيساوي كتله الماده على الكتله الموليه. كتله الماده عندي هنا للنيتروجين 25.9. عندي اعتبرنا المركب كله 100. والكتله الموليه اللي عندي هنا 14. يبقى انا هقسم 25.9 على 14. تمام، هتطلع بواحد وخمسة وتمانين من 100 مول. يبقى انا عندي اول خطوه كده هنعملها ان انا جبت عدد مولات النيتروجين. طيب الخطوه الثانيه هنحسب عدد المولات للاكسجين هتساوي كتله الماده اللي هي 74.1 على كتله الموليه بتاعته 16 هتساوي عندي 4.63 مول. اذا هنيجي نحسب النسبه بنقسم على الرقم الاصغر. الرقم الاصغر عندنا هنا اللي هو 1.85 على 1.85 هيساوي 1. الرقم الاصغر هنا برضو نفس الحكايه 1.85. لما نيجي نقسم 4.63 على 1.85 هنلاقي ان الحل بيطلع 2.5. طيب انا كده عندي من النيتروجين 1 ومن الاكسجين 2.5. اجي احسب مركب في واحد يجي يقول لي يلا نكتبه ان 1. طبعا واحد ما بيكتبش او 2.5 مش راكبة عليها خالص. طب انا هعمل ايه عشان اعمل الحكاية دي؟ لما تلاقي الحل طلع فيه نص اضرب الرقمين في 2. انا عندي معادلة، عندي اي شيء، عندي مركب ضربت في 2 متساوي في كل الجهتين الفرق 1، فاصبح هنا 2 و2 في 2.5 بكام؟ 5. يبقى المركب اسمه ايه؟ N2O5. يبقى لما يجي يقول لي اوجد الصيغه الاوليه يبقى اشوف كده هحسب نفس الخطوات طلعت رقم صحيح تمام. طب لو ما طلعتش رقم صحيح يبقى انا عارف على طول بدون تفكير هبدا ان انا احسبها زي ما احنا شفنا دلوقتي. طيب نشوف مساله ثانيه مع بعض ونشوف فيها فكره. لما يجي يقول لي مركب عضوي يحتوي على 92.3 كربون والباقي هيدروجين، انا عايز بس اشوف فكره الباقي هيدروجين دي. هنقول ليه الكربون ونص الهيدروجين. النص ليه الكربون هنحسب عدد المولات هيساوي عدد المولات كتله الماده عندنا 92.3 على 12. لما اجي احسب 92.3 على 12 تطلع 7.7 مول. وهنا عدد المولات هيساوي 7.7 على 1 هيساوي 7.7. النسبة بنقسم على الرقم الأصغر فيها الواحد فيها الواحد يبقى الصيغة الأولية هنا هتكون CH. وبكده بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. كان معكم مستر مينا عطية ومس حنان السايس. مع تمنياتنا بالتوفيق.